حق لكل الطلبه، وعندكم كامل الحق وكامل الصلاه انكم تدخلوا كليه الحقوق فيها تبعكم طلبه تحميل كامل بطاقه الطالب. حريه كرامه، حريه كرامه، عداله اجتماعيه، عداله اجتماعيه، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بعد. محمد التمير، كاتب محلي منظمة الطلاب فرع المحمدية. هذه الوقفة تأتي في سياق تنديدا بهذه القرارات الغير مسؤولة والقرارات المجحفة في حق الشعب المغربي الذي اتخذ فلا نعلم من أين اتخذ ويعاكس كل التوجهات. فهذا القرار القاضي بتسقيف الوظيفة العمومية إلى 30 سنة والولوج إلى التعليم إلى 30 سنة وتحديد الانتقاء كمعيار وكشرط أساسي للولوج، فهذين الشرطين المجحفين في حق الطلبة جميعا. وبالتالي هنا نتضامن مع جميع الطلبة وكل الطلبة المعنيين بالأمر وكل الطلبة رافضين بإجماع هذا القرار لأنه يمسهم في صميمهم. بالرجوع إلى القرار أو الشرط الانتقاء، فإذا أراد السيد بنموسى اعتماد الانتقاء فلا مانع، لكن بشرط بشروط موضوعية، أن تكون في داخل الكلية أولا، إذا أن يكون هناك معيار للتنقيط على المستوى الوطني واضح ويلتزم جميع الأساتذة ويلتزم جميع الإدارات، لا أن يكون التنقيط خاضعا لمجاز الأستاذ وباك صاحب إيه الغادي يكون معرفة. وبالتالي إذا أراد هذا الانتقاء ثم كذلك لا بد أن لم نعد نشاهد نفس الفضائح في تخرج كل التلوة الأخرى، فضيحات الجنس مقابل النقطة بالأمس القارب في إسقاط، السنة الماضية في القنيطرة، بعدها في طنجة إلى غادي. إذا زلنا نستمر ونلاحظ مثل هذه الظواهر فلا يمكن بأي شكل من الأشكال اعتماد الانتقاء في الولوج الوظيفي بناء على هذه الواقع، بناء على واقع الجامعة في تحديد السن، فيخالف كل مقتضيات أولا الدستورية، ثانيا القانون الوظيفي العمومي، ثالثا القانون الإطار الذي ينظم الرؤية الاستراتيجية 2015-30، كذلك يخالف حتى البرنامج الحكومي الذي بموجبه تم تشكيل الحكومة إن صح التعبير، وهذه الحكومة المنقطعة عن 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 عن, عن, عن الشارع فهي دليل على ذلك أنه بالتالي تخرج بقرارات مجحفة في حق الشعب المغربي جميعا. ونعتذر الإطار، شكرا. طبعا كان مقرر أن دار كلية دار حلقية أولا في كلية الحقوق وبموجبات كل مسيرة إلى كلية الآداب، ولكن لم يتيسر أنا الآن حاليا بسبب أن تعطلنا شوية في النقاش، كان داخل الحلقية كان نقاش بين الطلبة والطالبات، وبالتالي تعطلنا شوية في النقاش وما عندناش وقت مازال في نمشيو لكلية الآداب، وحتى الإخوة والأخوات ديال الطلبة عيا وما عندهمش مازال نفس، خصوصا أن كلية الآداب بعيدة شوية. ارتأينا أن كلية الآداب الحقوق الطلبة ديال كلية الآداب يلتحقوا بنا في كلية الحقوق، وهذا ما تم، واللي الحمد لله مازال مستمر النقاش داخل الكلية لتوعية الطلبة أولا اللي مازال ما فهمش أو اللي مازال ما عرفش هذا القرار هذا، فمن حقنا جميعا أننا نشرحوا لهم ومواجبهم أنهم يعرفوا كذلك هذا الحق أنهم يسهموا جميعا بدون استثناء، ولا يعني أي تخصص من تخصص ولا يعني أي فئة من الفئات، وإنما هذا قرار يمس كل المغاربة بإجماع. شكرا.